مشاهد خيالية ترسم هذه الدوائر في ولاية الوادي، ومن كان يتوقع أن تصبح الصحراء خضراء وأن تكتسي الثوب الأخضر، إنها مستثمرات فلاحية لمنتوج البطاطا المنتشرة عبر أرجاء الولاية. ونتكلم أيضا على الرش المحوري الذي ساعد التوسعة المساحية بولاية الواد، أين إذا التقطت أو رأيت من طائرة لرأيت فسيفساء من صنع الإنسان كدوائر استوانية، أين غطت السهل والوعر؟ هذه الصحراء التي كانت عبارة عن رمال طوعها الفلاحون بجهدهم وصنعوا بين طياتها جنان خضراء. هذه الدائرة الكبيرة الذي يتوسطها محور السقي الذي يصل طوله إلى 50 متر، ويشكل هذه الدائرة وبدأ العمل بطريقة السقي هذه منذ سنة 2002. البيبيات راهي من 2002 إلى 2019 عندها ميزة خاصة ذات أكثر من السنوات كاملة. كثير الزرع كثير، ودخلت الصحاري كانت صحراء نقولوا احنا قاحلة ذات قد ما فيها كان النباتات الشوكية راهي صبحت فلاح، وهذا فضل الله وانتاج وطني. كان مدبلاسي كان قبل بالستة سبعة ملايين في 2001 و 2002، تو في 2019 الحق حتى 20 مليون. قعدت مشكل حاجة واحدة فيه البيفي هذا، واني راه ما يقول له حتى حل. الحل وشي تاع الكهرباء تاعه ما يقول له حتى حل، علاش قديش واحد يصرى له وقديش واحد تسمعوه مات من الكهرباء هذا واني من سبة المحور هذا واني عشان كوشي كونتاكتير مي وتريسيتي مع بعضه. وتعتبر ولاية الوادي رائدة في إنتاج البطاطا وتصل إلى 30% من الإنتاج الوطني، ولكن هذه التضحيات اصطدمت بمطبات فائض المنتوج، وأصبح الفلاح ينتظر حلولا من السلطات كي تنصف هذه المجهودات. يعني من خلال هذا الإنتاج يعني الكمي والنوعي أصبح اليوم عرض أكثر من الطلب، أين بدأ الفلاحين تخوف أو هاجز الخوف من خلال الأسعار الموجودة الآن في السوق. لازم بدنا نخرجوا للخارج باش نستفادوا، ومنش الفلاحة تستمر في العمل هكا تحبس الفلاحة. ما كانش السوق ميت، كل عام يجيهم ميت، العام اللي فات ما كانش، عام السنة ما كانش، كل عام يحبس الفلاح، راه الفلاح والريح راه يحبس. تحدي كبير رغم قساوة الطبيعة، إنها جهود فلاح استخرج من الأرض مما تجود به خيراتها فباحت له بكامل أسرارها، فعلاقة الفلاح بالأرض مثل علاقة الأم بابنها.